السلام عليكم. مرة كنت قاعد على البلاج في راس البر، بس في الشتاء عشان اهدي اعصابي. فلقيت في الرملة حاجة غريبة قوي، لقيت ازازة خضراء من الكبيرة وفيها فيلة من فوق. فانا قلت هفتحها مثلا هيطلع لي مارد ولا حاجة. فلقيت فيها حاجة غريبة قوي، لقيت فيها الرسالة دي: 4 صفحات، واضح ان اللي كاتبها عنده اكتئاب مزمن. فقلت لما اقراها، قريتها مره واثنين وثلاثه استمتعت بيها جدا، لان بجد تنفع فيلم اكشن. فانا هقراها لكم بنفس احساس اللي كاتبها. الخيانه. طعم الخيانه مر قوي، عامل زي ما تجيب بنص جنيه مشكل لب على فول سوداني، وتقعد تقصقص وتقزقز وتقصقص وتقزقز وتقصقص وتقزقز وتقصقص وتقزقز وتقصقص وتقزقزه، ولما تقرب تخلصه تطلع لك فوله مره تمرر سقف حلقك، مررتها تنسيك طعم اللي انت كلته، وتندمك على النص جنيه اللي دفعته. واني صاحب حسام خني، كنا عايشين مع بعض على الحلوه والمره، مع بعض متعهدين، بناكل سوا، بنشرب سوا، بنلعب سوا، بنقعد على القهوة سوا، بس كان كل واحد بيحاسب لنفسه. وكان بينا ميول مشتركة كتير، نهاري سويت، لدرجة إن إحنا كنا متفقين إننا لو بنكلم مع بعض في المحمول وحسينا إننا هنكسر الدقيقة الأولانية نقفل السكة في وش بعض من غير ما نكمل كلامنا، عشان ما نكسرش الدقيقة ويتحرق دمنا وما نعرفش ننام بالليل. وكنت دايما اطمن عليه برن. يوم هو ردد علي برن: حسام، كان اخويا اللي امي ما سلتتوش. وفي يوم صحيت الصبح لقيت الدنيا مغيمه، قلبي انقبض، حسيت يومها ان في مصيبه هتحصل، قلقت على حسام، قلت اطمن عليه برن، بس ما كنتش اعرف ان القدر مخبي لي مصيبه هتلحقني، وكان حياتي بقت سلسلة من المآزي والأحزان. حسيت يومها إن حياتي بقت فاينل ديستنيشن. مسكت المحمول وحسيت ساعتها إن إيدي مش مطوعاني وإن صوابعي معنداني، واتصلت بالرقم، رقم حسام صاحبي أو اللي كنت فاكره صاحبي، ورن التليفون، ويا ريته ما رن، يا ريته كان مشغول ولا خارج النطاق. ولسه هقفل، حسام اللي بده ده في ايده فتح عليا، فتح عليا. وبعد لحظات من الصدمه، بعد ما ادركت ان الدقيقه راحت عليا وان ما عادش فيه فايده، قلت لنفسي: ماذا يفيد البكاء على اللبن المسكوب؟ الدقيقه راحت، لكن طاري مع حسام مش هيروح. وقررت انتقم، عزمته عندي في البيت، قلت له تعالى نلعب فيفه في البلاي استيميشن. قال لي: مش بعاده يعني؟ قلت له: مش مشكله، ماني سارق كهربا من العمود اللي قدام بيتنا، يعني مفيش فواتير ومصاريف. واقتنع واجا، قدمت له عصير وحطيت له فيه سم فران، الفران عندنا في البيت كانت بتحبه قوي. قال لي: مش هنلعب فيفه في البلاي استيميشن؟ قلت له: السلك بتاعه مقطوع، مد قدامي نصلحها. اديته الفردة السالب والنوجب في ايده الشمال، وهو بيشرب العصير بايده اليمين، ورحت حاطط الفيشة في الكوبس، كان لازم اسم واتهرب في نفس اللحظة عشان اتكون النار اللي شايعة في قلبي، بس للأسف ما طفتش. فتحت الشباك، حدفته منه، بيتنا كان على ترعة، نزل في الترعة غرق، كان لازم اسم واكهربه واحدفه واغرقه عشان اشفي غليلي، وعشان بحب الاكشن قوي. ولان قلبي طيب ما رضيتش ازودها اكتر من كده، قلت مهما حصل ده كان صاحبي في يوم من الايام، مع انه يستاهل الشم. ومشكلتي دلوقتي ان في اصحاب كتير قوي في الورش اللي حوالينا بيحاولوا يرنوا علي، وانا خايف ارن عليهم لا يفتحوا علي، وانا بطبعي حساس، وموضوع حسام ده خلى عندي فوبيا من الصداقه. فقررت ان اقعد في جزيره مهجوره طول عمري عشان محدش يفتح عليا تاني، واللي يلاقي الرساله دي يبقى يشقر على الورشه.